أعزائي المتداولون، السلام عليكم. معكم أدهم مغربي من ديلي فوركس، ومع توقعاتنا للتاسع والعشرين من فبراير نبدأها أمامكم. كما ترون على اليورو دولار، كان لدينا هنالك هبوط يوم الجمعة من 1.1050 إلى مستويات، طبعا بعد هذه الثلاث شمعات أرى أنه سوف يكون لدينا هنالك هبوط إلى مستويات 1.08 عفوا، لكن هذا الهبوط سوف يكون متأرجح نوعا ما، وذلك بسبب بعض الضجة الموجودة على هذه المستويات. طبعا إذا تم اختراق هذا المستوى 1.1050 سوف نصعد بالتالي. على المستوى الآخر الباوند دولار كذلك كان لدينا هنالك هبوط يوم الجمعة، أرى أن مستوياتنا القادمة هي سوف تكون عند 1.35. من احتمال أن نرى إمكانية لمس لمستوى الدعم 1.4، لكن لا مجال إلا وللهبوط، وبالتحديد بعد الخروج أو الخوف من خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. تداولا موفقا وشكرا لكم.